إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا أستاذ فؤاد، كلمتين وبس كانوا أجمل كلام، كانوا الكلمتين بيأثروا في الناس. النهاردة الناس محتاجة كلام كتير، كلام يغير حاجات كتير، حاجات كتير قوي يا أستاذ فؤاد. التليفون غير شكل العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية في العالم، وغير في نفس الوقت شكل العلاقات الإنسانية. المفروض ان التليفون ده آلة توصلك بالناس او توصلك بالشكل، آلة اتصال، أداة نقضي بيها مصلحة او نبلغ بيها رسالة. ده المفروض. ايوة ده المفروض يا استاذ، بس مش هو ده اللي بيحصل دلوقتي في حياتنا. الناس بتستخدم التليفون استخدامات تانية، استخدامات مش هتتخيلها. وكلامي مش بس على التليفون الارضي بتاع زمان، لا، ده دلوقتي في تليفون محمول مع كل واحد، محمول لكل مواطن، وبرضو الناس بتستخدمه غلط. دي اخر حاجة ان هم يستخدموه في مكالمة مهمة علشان يقضوا بها مصالحهم. التليفون ده مفروض الناس تستعمله صح، يعني نتكلم فيه علشان نطمن على صحة حد، او نبلغه رسالة، او نكلفه بمهمة، او نتفق معاه على شيء. كل ده موضوع ما ياخدش دقايق. المشكلة بقى ان التليفون بيستخدم استخدام تاني. بيستخدم يا استاذ بديل للزيارات، بديل للتواصل الانساني الطبيعي. مكالمة التليفون دلوقتي يا استاذ فؤاد بقت بديل لان الناس تود بعضها وتسأل على بعض زي زمان. دلوقتي الناس بدل ما بيروحوا يزوروا اصحابهم واهاليهم في مستشفى، يعزوهم في وفاة او يباركلهم في فرح، بقوا بيكتفوا بمكالمة. انا اعرف ناس بدل ما بيزوروا اهاليهم، الاب او الام اللي كبروا وعايشين لوحديهم بقى بيكلموهم يا دوب بالتليفون، وياريت حتى يكلموهم، ده بيبعتولهم احيانا رسالة على الواتساب، وبالكتير قوي فويس مسج. ما هو دلوقتي الواتساب والفويس مسج بقى هو الموضة يا استاذ. وللأسف للأسف ناس كتير بطلت تشوف بعض، بطلت حتى تكلم بعض بالتليفون زي زمان. احنا دلوقتي عايشين في عصر العزلة والوحدة يا أستاذ فؤاد. كل واحد لوحده، عايش مع نفسه، واخد موبايله في حضنه وعايش جواه. احنا عايشين في عصر كل الناس بتشتكي من الناس. الناس بقت وحشة، بقت مادية، بقت كذا، بقت كيت. طبعا في جو زي ده ضروري الناس تحس بالوحدة. الوحدة دي مشكلة. تتحل ازاي المشكلة دي؟ تتحل بالكلام في التليفون. الو، ازايك؟ انت اخبارك ايه؟ عارف انا مين؟ طب حذر فذر انا مين؟ كويس انك عرفتني. طالبني ليه؟ مش طالبك لحاجة ابدا، حاسس بوحدة وقلت ما فيش غيرك هو اللي بيسليني. ده كان زمان وجبر يا استاذ. اللي بيحسوا بالوحدة دلوقتي بيلعبوا جيمز على الموبايل، بيصطادوهم حد في بلد تانية يدردشوا معاه بالساعات، يخشوا يكتبوا بوستات على الفيسبوك، يغلسوا على حد كاتب حاجة ما عجبتهمش، ينموا على حد، يتنمروا على حد، يضربوا خبر بالكذب على فنان او فنانة او مسؤول او مسؤولة. على ايامك يا استاذ كانت المشكلة مش بس هي الرغي في التليفون، دلوقتي مشكلتنا بقت ازاي نمنع الناس الوحشة من ممارسة الشر بالموبايل، من استخدام التليفون كأداة لارتكاب الجرائم. ده طبعا غير تليفونات الحب. الحب حباله طويلة طويلة وكلامه كتير، والوقت بيمر فيه زي السحاب، ما تحسش انك اتكلمت ساعة ولا ساعتين. يا ريت والله يا استاذ، يا ريت كانت المشكلة بس. اقول ايه، مكالمات الحب الطويلة ده دلوقتي الناس بتسجل لبعض المكالمات. تخيل الناس بتسجل لبعض المكالمات ونسوا ان المجالس ليها امانات. بيصوروا رسائل الواتساب بينهم
وبيستخدموها للتشهير. دي الحكاية كبرت ووسعت خالص يا أستاذ فؤاد، وما بقتش بس تضيع وقت وراجع على التليفون. باختصار، التليفون بيستخدم استخدامات كتيرة قوي دلوقت، خصوصا في العالم الثالث، حيث الوقت كتير وببلاش ومش من ذهب ولا من صفيح. ما هو الناس مش فاهمة ان الدنيا اتغيرت والوقت بقى بفلوس. الوقت يعني شغل، انتاج، عمر بيضيع ومش هيتعود تاني. مفروض ان الدنيا اتغيرت، مفروض ايقاع الناس يسرع، مفروض نعرف قيمة الوقت، مفروض نحس باهمية الاختصار. احنا بنلك كتير وبنتكلم كتير وندردش كتير وبننسى روحنا. والله يا استاذ فؤاد، بننسى روحنا وبنضيع فلوسنا وعمرنا على حتة حديدة في ايدينا، وهي في الاخر مجرد تليفون، مش كده؟ ولا نقول كمان كلمتين وبس. فؤاد المهندس، عمرو الليفي، محمد الشبه، تامر حسني.